السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتاب حبيت ان اقراه، كتاب صغير 11 صفحة، اسمه لقد بدا عصر الذكاء الصناعي، تأليف بيل جيتس. تمام. طيب، قلت انا رافع على جوجل درايف، يعني كنت موجود في مكان فرفعته، وقلت بقى لما اوصل البيت ابقى اقراه. فلقيت في زرار هنا اللي هو الزرار خاص بجيميناي، لما بتدوس عليه بيبدا يقول لك ايه، شوف انت عايز ايه وانا اجاوبك عليه. يعني مثلا تقول له انا عايز اعرف مين اللي كاتب الكتاب دوت، فيبدا يقول لك اه ده اللي كاتب الكتاب دوت بيل جيتس، صح بيل جيتس، هو بيقول ان هو بيثق في كذا كذا كذا، وبدا يلخص لي الكلام اللي قاله بيل جيتس. تمام. اي سؤال هتساله له هيبدا ان هو يجاوبك عليه. دي بتوفر لك وقت كتير قوي، يعني هنا بيقول لي المراجع اللي جاب منها الكلام دوت، ده بيوفر لك وقت كتير قوي. اي ممكن يكون مشروع عندك او كتالوج كبير 1000 صفحة، فتقول له والله قارن لي بين النوع الفلاني والنوع الفلاني، قول لي المشاكل اللي موجوده هنا، فيبدا ان هو يجاوبك على حاجات هتاخد منك وقت كتير عشان تلاقيها. وكنترول اف ممكن تكون مكتوبه باكتر من طريقه، يعني ممكن تكون مكتوبه بيم او بيلدينج انفورميشن مانجمنت، او الموديلنج بتتكتب في ناس بتكتبها باتنين ام، يعني هكذا ممكن تكون مكتوبه باكتر من طريقه. انما الذكاء الصناعي هيدور لك على المعلومه ويبدا ان هو يجيبه لك. بيل جيتس اعترف احدى الكتب بتاعته ان هو لما ظهر الانترنت كان شايف ان هو موضه وهتنتهي، فما اهتمش قوي، ما اهتمش ان هو يستثمر فيه مبالغ كبيره، لكن فوجئ بان في صفحات زي فايرفوكس وبدات تطغى على الساحه وكذا واحد تاني، لا فهو اضطر ان هو بقى يعمل متصفح، وبدا ان هو يخليه في الويندوز نفسه اللي هو انترنت اكسبلورر، واترفعت عليه قضايا كتيره جدا، كان تقريبا من نتسكيب، وكانت الشركة بتاعته تقسم نصين، كانت دخل في معارك ضخمة جدا بسبب ان هو ملحقش الموضوع في اول. وكذلك لما ظهر السوشيال ميديا برضو كان في استخفاف بيها شوية، وبعد كده حاولوا يشتروا فيسبوك وما نفعش، هو دلوقتي ساب مايكروسوفت، لكن الناس اللي ماسكين مكانه شافوا ان هم ما دعوش فرصة الذكاء الاصطناعي، ويبدأوا يتعاونوا مع اوبن اي اي بحيث ان هم ينافسوا جوجل، ويبقى الكوبايلوت موجود في كل الويندوز دلوقتي، بقى موجود كو بايلوت موجود حتى هفتحه لكم. اي ويندوز بقى موجود جنب الساعة كده علامة تدوس عليها يفتح لك الكو بايلوت، بحيث لو انت عايز تسأله اي سؤال تبقى موجود. فانت هتستخدم ذكاء صناعي، هتستخدمه انا هستخدمه بقى معك في جوجل، وبقى معاك في الدرايف، وبقى معاك في الويندوز، وبقى معاك في الاوفيس، وبقى معاك في كل مكان، لازم هتستخدمه، يعني اصبح حاجه ضروريه يعني. تمام. فالفكره بس ان احنا ايه، بنحاول ان احنا نشتغل عليه، نتعود عليه، يعني بحيث ان احنا ما نكونش متاخرين اكتر من اللازم. وانا ممكن كنت بساله بعض الاسئله، فالكوبايلوت موجود. ان شاء الله نقرا كده الكتاب لذيذ ده، يعني موجود على النت اونلاين، يعني اكيد بيل جيتس مش هيبيعه فلوس يعني. تمام. فالله المستعان. الفكره جميله الصراحه، ان اي كتاب ترفعه، وممكن مثلا كتاب دراسه تقول له لخصه لي، قول لي المراجع، طب ايه الكتب الاحدث من الكتاب دوت، او ايه الكتاب ده واخد كلام من اني، وهكذا يعني.